بلد غني لكن لما يكون بيد حرامية مش راح يحصل الشعب. يريد نغير هذا الواقع السياسي الموجود في بغداد. أكو غلط، أكو خطأ في بغداد، هذا لازم يتصلح. ونريد عونتكم، تعاونونا على هالأمر هذا، ولا تتصورون نفسكم أنتم ما يقدرون. ترى كل واحد يؤمن بالله سبحانه وتعالى يعرف أن الله زرع بكل إنسان قدرة وقابلية على تغيير مجتمع كامل، كل واحد من عندنا، بس لازم احنا نلقى المفاتيح الحقيقية والكلام الحقيقي والعمل الحقيقي، وتكون عندنا رغبة بالعمل. ما تجي هذه إلا إذا كانت عندنا رغبة ونريد نشتغل، ولا كل واحد من عندنا واحد يقدر يغير. كيف إذا صارت عندنا هذه الرغبة عامة، صار عندنا تعاون على هالأمر هذا. بلد غني لكن لما يكون بيد حرامية مش راح يحصل الشعب. لذلك ماكو لا صحة. كان تذكر، احنا نتذكر، انا اكبر منكم بالعمر، كانوا اكو ناس يجون، كان اكو قرايب لنا من شمر من الزقارير ساكنين قطر، كانوا يجون ايام وليالي باتون يمنا يتعالجون بغداد يرجعون الدير تهلهم. قطر هسه اللي تنظم كاس العالم، هذا حج بالسبعينات. صحة منتهية، تعليم، وانتو اكثركم قسم من عندكم يشتغلون بالتربية، شفتوا حال المدارس الان شلون، او قسم حتى ماكو مدارس، خرايط طين وكربانات ماكو شيء اسمه مدارس، صناعة ماكو ووظائف ماكو ايضا. والاهم من ذلك يعني حتى اذا ما بينا غيره على وطننا لازم يصير بينا غيره على نفسنا. عدالة اجتماعية بالبلد ماكو، توزيع الثروة بالشكل الصحيح ما موجود. أكو عندنا مشكلة، إحنا عندنا مشكلة كبيرة اسمها وظائف. ناس تتخرج وظائف ماكو، تروح تدخل البيوت تلقى 4 أو 5 شباب، وانتو كلكم شباب ما عندكم لا وظيفة لا عندكم شيء.